بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يسعدني ونحن نودع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات، من مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وبعزيمة كل الجزائريات والجزائريين. وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى من كل الجوانب، وأن تتجسد فيه أمان الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات، وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى. وبهذه المناسبة أتمنى لكم ولكن عاما سعيدا لكل الشعب الجزائري، دون أن ننسى جاليتنا في المهجر. كل عام وأنتم وأنتن بخير. عاشت الجزائر حرة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.